السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح لحضراتكم طريقة البحث عن القنوات على رصيفة سيناتون 3 9 واي فاي داخلي. يعتبر سيناتون من أفضل الأجهزة اللي في السوق حاليا ومن عائلة السان بلس. كتير بيشتكي طبعا من اختفاء الترددات كتيرة زي مجموعة روتانا ومجموعة اون تي في. هنبحث لحضراتكم دلوقتي ونعلمكم الطريقة. هندخل على إعدادات الجهاز، تركيب، ضبط الهوائي. طبعا لازم الاعدادات دي تبقى هي اللي هنشتغل عليها، نايل سات، فرد كيوبان اللي احنا شغالين عليها حاليا، 9750 10600، دي قيمة دي ثابتة دايما. بدوس على اللون الازرق عشان خاطر اشتغل البحث. البحث عن الشبكة هنا لازم يبقى مفتوح عشان تجيلي الترددات الجديدة كلها. نوع القناة جميع، لا انا عاوز مجاني. رقم 3 وده اهم حاجه اللي هو البحث العشوائي دي اللي هنختارها عشان خاطر نعمل ابديت للفريكوانسي على الجهاز، البحث الاعمى، وهندوس اوكي. كده الجهاز هيبتدي يقرا ترددات القديمه والجديده. على يمين الشاشه هنا في اوكي قدام التردد، كده التردد ده معانا نزل بالقنوات بتاعته التلفزيونيه والاذاعيه. لو جات لي نيجاتيف اعرف كده ان في مشكله في التردد او مشكله في الضبط بتاع الدش، اكيد في مشكله او في الكابل ايا كان يعني. وهنستنى لغايه ما ينتهي الجهاز من البحث. بعد ما يخلص بحث تظهر لي الرساله دي، حفظ نتيجه البحث، انا بقول نعم. طبعا لازم نتعلم برضو طريقة ترتيب القنوات. فأنا بدخل هنا على قناة، بعد ما ادخل على إعدادات الجهاز إدارة القنوات. هنا القنوات دي قدامي كلها، الألوان اللي أنا هشتغل عليها تحرير الأزرق، عاوز أحرك القناة من مكان لمكان الأصفر، عاوز أمسح القناة ديليت خالص اللي هو الأخضر، والغلق لو أنا حبيت أقفل أي قناة. المنطقة دي خالص اللي هي البيدات بتاعت القنوات، لكل قناة فيديو بيد بتاعها والصوت ومعامل البي سي ار، وده الفيفوريت بتاع القنوات. ممكن اعمل مجموعة افلام، ممكن اعمل مجموعة اخبار، مجموعة للاطفال، وبشكل اللي انا عاوزه. ده إعداد القناة. لو حبيت مثلا أفصل الجهاز وأشغله على قناة المجد للقرآن، بختار القناة اللي أنا عاوزها وبشتغل عليها. لذلك جميع القنوات لو أنا حبيت أمسح الرسيفر كله من أوله لآخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.